شيت ابن سيدنا آدم كان في الأعراق ودفن بها، ويدعى عند بلاد اليونان شيتوس. المقطع الأول شيت والثاني أوس، معناها سيد شيت، وكان من أرض العراق وزار مصر. وسيدنا إدريس الذي كان في بابل جاء مصر ولقبوه المصريين، وهم مصر البابلي، واليونانيين يحاولون أن يكونوا أن يكون هرمس اليوناني، إنه لم تكن وجدت أي كلمة يونان في ذلك الزمن، وجاء من بابل بعد تعب ومشقة مع أهله، فأرسله الله عز وجل إلى مصر وأطاعوه وأقام حضارة عظيمة في مصر. وقال العلماء أنه بنى 88 مدينة، وعند اليهود يسمى أخنو، وعند اليونان يسمى هيروميس أو هيرو، وتعني الشجاع. إذن أن مؤسس الحضارة المصرية ليس الملك مينا أو أحد من سالفه، وإنما سيدنا إدريس، وهذا يدل على قدم حضارة مصر وحضارة العراق، وهذا يدل أيضا على أن الشعب المصري جذوره ترجع إلى أرض العراق. دليل آخر، الدليل الخامس من علم الأنساب وسلالات البشر، عندما نقول مصر ماذا تعني كلمة مصر؟ كلمة مصر نسبة إلى مصرين، ابن حام ابن سيدنا نوح، حام ابن سيدنا نوح. إذن الأصل سيدنا نوح، وسيدنا نوح كان من بابل، وبابل في أرض العراق. إذن هجرات البشر كلها، وهجرة مصر كانت من أرض العراق، وأصل أهل الأرض من العراق. وجاء من مصرين أيضا ابنه قبطين أو قبط أو قفط أو قبطس كما يدعونها اليونانيين، مركز قفط محافظة قنا في صعيد مصر، هي أصل الشعب المصري في الهجرة الثانية. بناء على ذلك فنقول أن حضارة العراق هي أقدم من حضارة مصر، ولكن